ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على ايه هي نسبة هرمون الحملة في الاسبوع الاول. اول حاجة، بتختلف نسبة هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون في جسم المرأة اثناء الدورة الشهرية، بحيث بتكون منخفضة في الجزء الاول من الدورة وبعد كده ترتفع اثناء فترة التبويض، وبتعود تاني الانخفاض مرة اخرى عند نهاية الدورة الشهرية. وعند حدوث الحمل يبدأ جسم المرأة بإنتاج هرمون الـ HCG اللي بيعزز قدرة المبيضين على إنتاج مستويات مرتفعة جدا من هرمون البروجسترون وهرمون الاستروجين لتثبيت الحمل. نسبة هرمون الحمل في أسابيع الحمل، بترتفع نسبة هرمون الحمل أثناء نمو الجنين، وبتتضاعف هذه النسبة بشكل طبيعي كل يومين أو 3 أيام. وفي الشهرين التاني والتالت من الحمل بترتفع هذا الهرمون ارتفاع كبير، بيصل طبعا لمستويات عالية في الدم، وكل 48 ساعة بيبدأ يتضاعف. مثلا لو كان 100 بيبقى 120، وبتضاف كل 72 ساعة لغاية ما يوصل ل 6000 ملي لتر وحدة دولية، وبعد كده بيتضاعف كل 4 أيام، وبيصل هرمون الحمل أعلى مستوياته بعد 60 ل 70 يوم من الحمل، وتكون النسبة حوالي 50 ألف إلى مليون وحدة أو مليون ملي لتر على وحدة دولية، وبعد كده بتبدأ في التناقص. بتنخفض نسبة هرمون الحملة بشكل سريع عند حدوث إجهاض، وفي حال كانت نسبة الهرمون غير طبيعية، لابد إن بياخذ الهرمونات فترة طويلة عشان تبدأ يتضاعف ويكون مستواه أقل من المستوى الطبيعي، فيعتبر ده دليل على حدوث الحملة خارج الرحم. يعني النسبة بتبدأ تنخفض بشكل سريع لو في حالة إجهاض، او ان بيبدأ التضاعف بياخد فترة طويلة على انه يتضاعف، فده دليل على ان في مشكلة او حمل خارج الرحم. طب يا ترى ايه هي معدل الهرمون في الاسبوع الاول؟ بتكون نسبته من 55 ملي لتر على وحدة دولية. هي النتيجة هنا كانت 40. الاسبوع التاني برضو ممكن تكون النتيجة من 55، والأسبوع الثالث ممكن برضو توصل النتيجة مثلا من 6 ل 70. الأسبوع الرابع بيكون من 10 ل 425. ده الرينج، يعني ممكن تبقى النسبة 10 أو 11، أو ممكن تبقى النسبة 200، فما فيش أي قلق خالص من الموضوع ده. طب يا ترى إيه هي طرق قياس معدل هرمون الحمل؟ بيتم قياس معدل هرمون الحمل من عن طريق طبعا فحص دم مخبري، عن طريق بيتاخد عينة وضعها في جهاز الفحص وبعد كده بنشوفه. بيبقى فيه نوعين من الاختبار، اختبار النوعي بيكشف هرمون الدم موجود من عدمه، او الكمي اللي بيفرق اللي بيعرض فيها كمية الهرمون الموجود في الدم. طيب، في شوية نصايح كده قبل ما يتم اجراء هرمون الحمل الرقم. اول حاجة، ان لابد او ينصح باجراء الفحص بعد 3 ساعات من الاستيقاظ. كمان ما نشربش مية او طعام قبل الفحص، تجنب بذل اي مجهود بدني او تجنب التوتر النفسي والعاطفي، لان ده كله بيأثر وبيتداخل في النتيجة. لو اول مرة بتشرفونا في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرا.